قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. السلام عليكم الاصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا في اتم صحة وعافية. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقاء ديالي المايسترو حكيم زياش كما شفتوا قدم مباراة ولا في الاحلام، مباراة كبيرة وختمها باسيست رائع صراحة، والمدرب عطاه قيمته اليوم وخلاه يلعب المباراة كاملة. حكيم زياش صراحة شفتو ما حبش من جري اليوم، يعني عنده واحد الثقة كبيرة في نفسه اليوم وباغي يقدم شي مستوى كبير لدرجة حتى عصام الشوالي قالوا تفرج يا واحد علي لوزيتش. حكيم زياش قدم مباراه جميله وكبيره. اصدقاء ديالي اهم حاجه تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال المايسترو ديالنا. كنتمنى تعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الا كان عجبكم التحركات ديال المايسترو ديالنا ما تنساوش تشجعونا بلايك، لان اللايك ديالكم مهم بالنسبه لي. اصدقاء ديالي تهلاو ليا براسكم بزاف، كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. السلام عليكم خوتي.